دخلت جامعة الملك سعود موسوعة غينيس كأكبر مستشفى طب أسنان في العالم بمساحة تجاوزت 37 ألف متر مربع، والذي يقدم الخدمات التعليمية والتدريبية والجراحية والاستشارية الشاملة، كما يوفر الرعاية في عدة تخصصات. وللحديث أكثر ينضم إلينا المدير الطبي لمستشفى طب الأسنان الجامعي بجامعة الملك سعود سارة السبيت. بداية سيدة سارة، بلا شك بأن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات الوطن ويجير للقطاع الصحي والأكاديمي الصحي في المملكة. ما ركائز هذا النجاح والإنجاز برأيك؟ أشكر لكم أستاذ يحيى الاستضافة، كما يسرني في البداية أن أهنئ الوطن على الإنجاز الجديد المتمثل بتسجيل المملكة العربية السعودية برقم قياسي بدخول مستشفى طب الأسنان الجامعي في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. الإنجازات في المستشفى كلها عبارة عن إنجازات بناء على جهود جماعية. فكرة المستشفى بدأت كفكرة في البداية، وبفضل من الله ثم إدارة الجامعة تم بناء المبنى وتم تشغيل الصرح خلال عام 2015. في هذا العام ولدت فكرة تسجيل المستشفى في موسوعة غينيس كأكبر مستشفى للأسنان في العالم، نظرا لأن مساحته تجاوزت 37 ألف متر مربع. نعم، طيب سيدة سارة، بلا شك بأن هذا الإنجاز وهو تسجيل المستشفى في موسوعة غينيس يحمل هذا الصرح التعليمي مسؤولية أكبر مستقبلا. ما هي الخطط المستقبلية لكم؟ طبعا احنا بالنسبة لنا الإنجاز هذا يعد فقط بداية الطريق، وعليه فقد تم استحداث رؤية ورسالة للمستشفى تتماشى مع رؤية ورسالة الجامعة التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030. تم إطلاق الرؤية اليوم، والرؤية تنص على أن نكون الرواد في تقديم الخدمات المتميزة في مجال صحة الفم والوجه والفكين في منظومة تدريبية وبحثية متكاملة. عليه تم وضع مجموعة من المشاريع المستقبلية التي سنعمل عليها، ممكن أذكر منها رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى. وبالجدير بالذكر أنه خلال 2023 تم تقديم أكثر من نصف مليون خدمة علاجية لأكثر من 44 ألف مريض في العيادات الخارجية، كما تم إجراء أكثر من 700 عملية جراحية في عمليات اليوم الواحد. نسعى كما أيضا إلى تطوير الخدمات العلاجية، الخدمات التدريبية والخدمات البحثية عبر تبني المزيد من تقنيات طب الأسنان الرقمي والذكاء الاصطناعي. أيضا نعمل على توفير خدمات التنويم في المستشفى واستحداث عيادات تتناسب مع المرضى من متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا أيضا الكثير من التعاون مع بعض الجهات الخارجية والمحلية. جميل جدا، أنت طرحتي في آخر حديثك محور كنت سأسألك عنه باستفاضة، وهو ما يتعلق بالشراكات الدولية فيما يتعلق بمجال التدريب والمجال الأكاديمي. وبلا شك بأن ذلك يعني خطوة تعد متقدمة عن المجال الخدمي. كيف مهدتم لهذه الخطوة؟ أتحدث هنا عن الشراكات الدولية. طبعا بالنسبة لنا ممكن يكون عندنا ثلاث ركائز نعتمد عليها في المستشفى، وهي الخدمات العلاجية، التدريبية والبحثية. التدريبية طبعا احنا ممكن نتعاون مع كلية طب الأسنان في جامعة الملك سعود لتدريب طلابهم من طلاب البكالوريوس، برامج الدراسات العليا، وأيضا برامج البورد السعودي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. بما يخص التعاون الخارجي ما زلنا نعمل عليه، وما يعني ما عندي الآن معلومات ممكن يعني أفصح عنها. طيب جميل جدا، إذا جزيل شكر للدكتورة سارة السبيت المدير الطبي لمستشفى طب الأسنان الجامعي بجامعة الملك سعود، كانت معنا هاتفيا، شكرا لك.